بعد تعرضها لتهديدات الميليشيات في العراق قتلاً وابتزازاً، ها هي شريحة الأطباء تواجه اليوم خطراً وتهديداً آخر، لكنه هذه المرة من العشائر. وما حادثة الاعتداء على طبيب في محافظة ميسان وغلق عيادته ومغادرته المدينة بعد تلقيه تهديدات عشائرية إلا دليل على غياب الأمن وخذلان المسؤولين الحكوميين للأطباء بشكل خاص وللقطاع الطبي بشكل عام. احنا كأجهزة أمنية ذول المجرمين اللي اجوا واعتدوا على الدكتور منعوه ان يمارس عمله في هذه العيادة بتوجيه السيد المعالي وزير الداخلية، تم القاء القبض عليهم، الان هم محجوزين وراح ينالون عقابهم، والدكتور مبادرة من عنده وخدمة الى واهله في مدينة العمارة راح إن شاء الله يفتح عيادته ويباشر اختصاصه. استعراض إعلامي حكومي بعد افتتاح عيادة طبيب في ميسان بعد تعرضه لتهديدات عشائرية، تضاف لتلك التهديدات التي يتعرض لها الأطباء في العراق من قبل الميليشيات. قابلها استعراض آخر من رئيس الحكومة محمد السوداني أثناء تأكيده على أهمية حماية الكفاءات العلمية والطبية بعد حادثة الاعتداء على الطبيب في ميسان وقيام عشيرة أحد المرضى في المحافظة بإجباره على دفع 80 مليون دينار كفصل بعد موت ابنهم أثناء عملية جراحية أجريت له. مركز شرطة ميسان أكد من جانبه أن الطبيب تقدم بشكوى في المركز ضد المهددين له، وأن الشكوى حولت إلى المحكمة المختصة، ما يعكس حجم تخلي الأجهزة الأمنية عن دورها في حماية الأطباء وإهمال وزارة الصحة ونقابة الأطباء في متابعة قضايا منتسبيها، رغم عد النزاعات والدكات العشائرية من الجرائم الإرهابية بحسب مجلس القضاء في العراق. النزاعات والمشكلات العشائرية لا تزال تمثل مشكلة كبيرة في مختلف المحافظات العراقية، مهددة جميع شرائح المجتمع لا سيما الأطباء، مجبرة إياهم على الهجرة إلى الخارج على الرغم من القرارات الأمنية والتعهدات الحكومية التي قطعتها الحكومات الحالية وسابقاتها، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك في ظل انفلات السلاح واستمرار تهديد الميليشيات والدكات العشائرية للمجتمع بأسره.